بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا ابناء الطلاب بكليه الزراعه جامعه عين شمس برنامج العلوم الاقتصاديه والاجتماعيه ان شاء الله باذن الله هنبدا مع بعض ان شاء الله ماده تطبيقات الحاسب الالي في العلوم الاقتصاديه والاجتماعيه باستخدام برنامج اس بي اس طبعا قبل ما نبدا في البرنامج عاوزين نعرف ان مهم جدا نعرف ان البرنامج ده اداه فقط لا غير خاصة انتوا تخصص اقتصاد عشان كده من, من قبل ما ناخد المادة درستوا حاجة اسمها نظرية اقتصادية ودرستوا مادة الاحصاء البرنامج ده ببساطة برنامج بيستخدم علشان اقدر استخدم فيه الاحصاء واوصل للنتائج اللي انا عاوز استخدمها عاوزين نعرف ان البرنامج جميع البحوث سواء كانت بحوث زراعية بحوث طبية بيعتمدوا على البرنامج دوت سواء كان في رسائل ماجستير او رسائل الدكتوراه فالبرنامج او الكورس دوت فريد من نوعه لان الكورس دوت بيكون اداه تطبيقيه في الحياه الاجتماعيه والاقتصاديه ومش معنى كده اما اجي استخدم البرنامج زيه طبيعته زي طبيعه اي برنامج عندنا بديله بيانات بيديني نتائج. فمش مهم ان اخد النتائج وخلاص لا مهم جدا انما اخد النتائج دي ابدا ارجعها للمنطق الاقتصادي زي ما انتم عارفين ببساطه لو اتكلمنا عن داله الطلب ما ينفعش اجي اغذي البرنامج بالكميه المطلوبه من السلعه واغذيه بالسعر والدخل واطلب يعمل لي تقدير للداله البرنامج بالفعل هيقدر ما عنده البيانات ولكن بعد ما تطلع النتائج مش هاخدها وخلاص احنا عارفين في دلة الطلب ما ينفعش تكون العلاقة طردية بين الكمية المطلوبة من سلعة وسعرها بغض النظر عن الحالات الخاصة لدلة الطلب فما ينفعش الاشارة عندي تطلع موجب واخد النتائج اللي طلعت من البرنامج وابدأ اشتغل وخلاص لا لازم ارجع اوجه الكلام ده كله للمنطق الاقتصادي طيب البرنامج ال SPSS ببساطه هو عباره عن Statistical Package for Social Science هو برنامج الحزم الاحصائيه للعلوم الاجتماعيه وزي ما انتوا عارفين قسم او مجال الاقتصاد هو احد العلوم الاجتماعيه في طبعا برامج احصائيه كتير بتستخدم عندنا برنامج ممكن نستخدم الاكسل ال SPSS الساس المينيتاب الليندو برامج كتير جدا ولكن طبعا برنامج اس بي برنامج فريد من نوعه برنامج فريد من نوع من حيث زي ما احنا شايفين كده ده البرنامج اللي قدامنا بنلاقي ان برنامج اس بي اس اس يقدر يتعامل مع بيئه الويندوز على طول من خلال القوائم اللي احنا شايفينها قدامنا والصناديق اللي هنبدا نستخدم صناديق الايه النافذه والحوار اللي هتطلع عندنا اول حاجة عاوزين نبدأ بيها مقدمة الى مدخل الاس بي اس اس ما ينفعش طبعا ادخل لأي برنامج واتعامل معاه مباشرة الا ما اكون عندي فكرة بين البرنامج لو انتم ملاحظين دايما نعمل مقارنة ما بين الاس بي اس اس والاكسل زي ما احنا شايفين ده برنامج الاكسل قدامنا طب برنامج الاحصاء برنامج الاكسل اقدر استخدمه في الاحصاء وبرنامج الاس بي اس اس اقدر استخدمه في الاحصاء. ولكن بيتميز ايه الاس بي اس اس عنه وعن البرامج او بعض البرامج الاخرى. بلاحظ اني في الاكسل لو انا فتحت برنامج الاكسل عندي كده بلاحظ ان انا اقدر اتعامل طبعا مع البرنامج في اي خليه اكتب فيها. يعني لو انا كتبت 25 و36 وكتبت الداتا بتاعتي في الكولم اللي قدامي بلاحظ ان انا اقدر اشتغل التحليل واعمل انالايز واحلل عادي من اي خليه بشتغل فيها لكن في النسبه للاس بي اس اس بلاحظ اني لازم علشان ابدا لازم استخدم اول سيل او اول خليه عندي لازم اشتغل من اول خليه عندي ما زي اكسل ابدا من اي خليه اخرى لازم التعامل معايا يكون من اول خليه تاني حاجة انا مجرد دخلت البيانات على برنامج اكسل زي ما احنا شايفين بس اشتغل على طول وبحلل مجرد اديله اسم لي وليكن واي وابدأ ببياناتي ابدأ اشتغل على طول طيب طب ما هو الكلام ده كله بيعملوه اكسل زي ما احنا شايفين ايه اللي بيختلف في الاس بي اس اس اللي بيختلف زي ما احنا شايفين ان برنامج الاس بي اس اس زي ما احنا قلنا لازم يبدا من اول سل او من اول خليه عندي لازم اعرف في حاجه هنا اسمها الفار زي ما احنا شايفين كده طول ما امشي مع الكولم هلاقي الفار ومع الرو الاقي ماشي ارقام واحد اتنين تلاته اربعه خمسه طيب ايه الفرق ما بين الاتنين ولو بصيت هنا في الاكسل هلاقي واحد اتنين تلاته الرو الصفوف عندي زي 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 الاس بي اس اس مترقمه واحد اتنين تلاته اربعه وهنا اي بي سي اللي هو ترقيم الايه؟ الكولم عندي او العمود هلاحظ هنا ان العمود هنا ايه بي سي اما في الاس بي اس اس الاقي ماله؟ الاقي كلمه فار ايه الفرق؟ بنلاحظ ان فار دي جايه من كلمه فاريبل متغير واحنا عارفين ان اي متغير لازما يحتوي على مجموعة من المشاهدات او المفردات اللي عندي فلما اقول variable يبقى اذا لازم اتعامل مع الكولم في عمود الاس بي اس اس امال الصف هنا يبقى اذا عرفنا هنا الكولم هو بيمثل ايه الكولم هنا بيمثل متغير اللي انا شغال عليه وليكن سي مثلا لو انا شغال على الدخل القومي يبقى الدخل القومي هاخده خلال فترة زمنية معينة وليكن من سنة 2000 ل 2014 يبقى هنا كل سنة هي عبارة عن مفردة لما اقول الدخل القومي سنة 2000 يبقى هنا دوت عبارة عن مفردة أول مشاهدة سنة 2000 فاذا هنا المشاهدة بتدخل في الايه في الرو شوفوا مجرد اكتب رقم ولو كتبنا مثلا 1000 بيحصل ايه بيبدأ يخلي هنا الفار اسمه فار 1 اللي هو الفاريبل الاول المتغير الاول يبقى اذا لو كتبت في الخان في الـ في الـ في الكولم الثاني فار 2 الالف 1000 هنا تمثل ايه تمثل وليكن الدخل القومي في سنة 2000 وسكت يبقى 2000 الفي... 1000 دي, دي تشير إلى المفردة أو الحالة إحنا قلنا الرو <دخل> هيبين لنا الحالة الكيس اللي عندي فدي إحالة إيه الدخل القومي في سنة 2000 محطوط فين؟ محطوط في كولم الدخل اللي بيبين لنا المتغير. طبعا دوت في الاكسل على طول هنا لاحظنا ايه؟ ان هنا لما كتبت انا كتبت اسم المتغير في الخانه دي. زي ما اتفقنا في اي خليه اقدر اكتب واتعامل في برنامج الاكسل. لكن الاس بي زي ما شفنا لو انا جيت في الكولم الثاني وجيت وقفت هنا زي اكسل او في اي مكان واكتب رقم وابدا بياناتي من هنا. هلاحظ ايه زي ما انتم شايفين سمى فار 2 غيره غير اكسل ازاي في اكسل زي ما انا قلت انا كتبت الواي هنا كتبتها هنا في اي مكان لكن في الاس بي اس اس هو محدد لي فين الخانه او الخليه اللي هكتب فيها اسم المتغير اللي هي الفار -var. الفاريبل اللي عندي وبناء عليه لو بصيت لما كتبت الرقم هنا في اس بي اس اس بلاقي كل الخلايا اللي قبلها منقطة يعني ايه منقطة لانها بياخدها في الاعتبار انها قيم ولكنها قيم مفقودة اما الاكسل نلاحظ ان على طول بدأ بالقيم وما عملش اي علاقة خالص بايه بالخلايا الاخرى طيب الحاجة التانية يبقى اذا احنا فهمنا هنا ازاي ابدأ اتعامل مع البرنامج لغاية دلوقتي احنا لسه البرنامج فيه شغل كتير قبل ما ابدأ استخدمه في شغل الاحصاء والكلام ده كله بلاحظ ايه؟ بلاحظ هنا لو انا جيت كتبت ارقام بالترتيب واحد اتنين تلاته في الاكسل اقدر اعمل عمليه سحب زي ما انتم شايفين كده هسحب فيكمل لي باقي الترقيم لان هنا كل خليه لها علاقه بالخليه التانيه دي حاجه الحاجه التانيه اقدر اقول ايكوال او بيساوي واجمع واحد في الخليه دي بالضغط على الماوس زائد الخليه او خلينا اتنين زائد اتنين زائد الخليه اللي قصادها 25 واقول له انتر فيقدر يعمل لي عمليه حسابيه عادي باستخدام الخلايا الثانيه. في القسم بي اس اس ما بيعملش عمليات حسابيه على طول كل خليه مستقله بذاتها. زي ما احنا شايفين لو كتبنا هنا اعتبر هذه الخلايا اللي قدامي ديت قيم مفقودة لكن في الاكسل طبعا العمليات الحسابية بقدر اعمل عمليات حسابية محتاج اعمل تربيع تكعيب محتاج اعمل لوغاريتمي أي ايا كان عمليات الجمع الطرح تمام فلكن في الاس بي اس اس بتكون ما فيش العمليات ديت الا من خلال قوائم طيب ايه اللي بنلاحظه لغاية دلوقتي يعني طبعا الاكسل مختصة اكتر عمليات حسابية الاس بي اس اس اقدرش اشتغل في الخلايا لان هنا الخلايا في الاس بي اس اس بلاقيها زي ما احنا اتفقنا منفصله عن بعضها البعض كل خليه بتخص نفسها طيب لغايه دلوقتي معرفناش ليه هستخدم اس بي اس اس وزي ما انا بقول اس بي اس اس او تطبيقات الحاسب الالي ماهيش ماده علميه فقط لا غير وزي ما انتم عارفين انكم انتوا كقسم اقتصاد زراعي بتختلفوا عن باقي اقسام الكلية اقسام الكلية قسم اقسام فنية معروفة اي قسم في الكلية هو قسم فني يعني معنى كده ايه قسم الاقتصاد؟ قسم الاقتصاد هو المكمل لاي اقسام اخرى موجودة مكمل لاي اقسام اخرى يعني معناه ايه؟ معناها حضرتك لو اتعلمت تطبيقات الحاسب الالي هتلاقي واحد فني طبعا بنبه تاني عشان نتعلم تطبيقات حاسب الي وانت عامل بي اس اي حد مجرد فهم الخطوات هيبدا يشتغل ولكن بنبه انت عشان تكون متميز عن غيرك لازم تكون فاهم يعني ايه نظريه اقتصاديه بشقها الجزئي والكلي مهم جدا تكون فاهم يعني ايه نظريه اقتصاديه علشان لما يجي واحد فني يقول لك يا طالب او يا خريج بتاع اقتصاد تعال انا محتاجك من الناحيه الاقتصاديه مفيش فني يقدر يستغنى عن الناحيه الاقتصاديه وبالتالي انتوا يعتبروا القسم فريد من نوعه في الكليه طيب فلازم تكون مميز لازم تكون فاهم اقتصاد كويس ما اخد البرنامج واستخدمه البرنامج زي ما انا قلت يقدر يستخدمه قسم اقتصاد كليه الزراعه طب صيدله كل كليات كل حد بيعمل ابحاث ترقيه ماجستير دكتوراه لازم بيرجع للبرنامج دوت فده طبعا يميزك عن غيرك بالاضافه انك تكون ملم فعلا بالنواحي والعلوم الايه؟ الاقتصاديه بطريقه صحيحه زي ما هنشوف، طيب بنلاحظ البرنامج ايه؟ البرنامج مكوناته كالتالي بنلاقي حاجه اسمها التايتل منيو او شريط الايه؟ شريط العنوان اللي احنا شايفينه قدامنا ده، ده اللي بيظهر فيه شريط العنوان statistical data editor لو كتبت له طبعا عنوان. بيبدا يظهر عنوان بعد ما بعمل عمليه التسييف او ايه حفظ الملف عندي تاني حاجه بلاقي الايه شريط الايه الادوات اللي ببدا اتعامل شريط الادوات طبعا في اي برنامج فايل Edit, فيو هنبدا نشوف واهم طبعا حاجه عندي اناليز اللي هنبدا نتعامل معاها خلال محاضرتنا والمحاضرات المختلفه ان شاء الله اللي هي فيها كل المقاييس الاحصائيه وكل الاختبارات الاحصائيه اللي انا بحتاجها طبعا في حاجه اسمها الستاندرد او شريط الايه المعياري شريط المعياري طبعا بيبقى فيه بعض الايقونات اختصارات للحاجات اللي ايه اللي انا بستخدمها بدل ما ابدا ادخل في القوائم لا زي مثلا هنا انا بعمل ايه ويت بعمل وزن او ترجيح بدل ما لسه ادخل على الفايل وابدا اعمل وزن وترجيح لا على طول هنا مثلا بحول العربي الارقام لحروف او الحروف لارقام هنبدا نشوفها ونتعامل معاها بدل ما ابدا يبقى اذا هنا دي قوايم اختصار بدل ما ايه ابدا ادخل من جوه طيب تاني حاجه البرنامج ده لغايه دلوقتي ما عرفناش ايه الفرق بينه وبين اكسل او ايه اللي بيميزه عن اكسل احنا شفنا بعض الفروقات لكن ايه اللي بيميزه اكسل انا دخلت البيانات وتعاملت معاها مباشره وببدا بحلل وابدا ادخل سواء اف اف اكس وابدا استاتستكس وابدا اشتغل واشوف المتغير اللي انا عاوزه واشتغل لو انا اخترت اي افرج مثلا المتوسط هيطلع لي ايه حدد النتايج فين عاوز تجيب متوسط لمين وليكن القيم دي زي ما انتم شايفين في الخليه اللي انا لازم اكون محددها اللي قدامنا وابدا اقول له اوكي طلع لي المتوسط واحد وتلاتين وستة من عشرة زي ما احنا شايفين طيب حلو ايه المشكلة بقى ايه 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 واجع دماغنا ليه بالاس بي اس اس طبعا لو جينا الاس بي اس اس هلاقي فيه قايمتين تحت هنا او نافذتين داتا فيو عرض البيانات اللي موجودة في قلب مين اكسل بعرض بيانات عادي واكتب بياناتي وابدأ اشتغل طب امال ايه بقى القايمة الجديدة ديت هنا بقى الكلام. Variable view. يعني إيه عرض المتغير؟ هنا اللي يفرق ما بين اس بي اس اس واكسل، الڤاريبل فيو، عرض المتغير. بلاحظ إيه؟ إن المفروض أنا عشان أشتغل صح، سواء كنت طالب اقتصاد زي ما قلت، طالب أي مجال، لازم أكون أعرف المتغير بتاعي تعريف كامل. يعني إيه أعرف المتغير بتاعي؟ زي ما أنتوا عارفين. ودراستكم لمادة الإحصاء في حاجة اسمها متغير كمي ومتغير نوعي أو وصفي على حسب نوع البيانات يعني أنا بصنف ذلك على حسب البيانات اللي عندي بيانات كمية أو بيانات نوعية البيانات الكمية يعني البيانات اللي ببساطة كده لها وحدة قياس يعني إيه؟ يعني لما أتكلم على الوزن الوزن بقدر أقيسه بالكيلو جرام بقدر أقيسه بالألف كيلو جرام بالطن بأيا كان يبقى اذا هو متغير كمي لكن لما اجي اتكلم مثلا على متغير وليكن الحاله التعليميه انا شغال على مجموعه من الاسر وبشوف بدرس حاله معينه فطبعا عاوز اعرف الحاله الاجتماعيه عشان بعد كده ابدا اشوف الحاله الاجتماعيه لها تاثيرات على الحاله اللي انا بدرسها ولا لا فما باجي الحاله الاجتماعيه الحاله الاجتماعيه هلاقي يا اما اعزب متزوج مطلقه لا قدر الله ارمل ايا كان فدي الحاله الايه؟ الاجتماعيه. هنا انا ما سمحتش سيره ارقام خالص. هدخل الارقام دي ازاي؟ اتعامل معاها ازاي؟ يعني ما جا اقول الحاله الاجتماعيه اعزب. طب انا لو عاوز استخدم الاعزب دوت واشوف عدد العزاب واقارنهم بالاستهلاك مثلا استهلاك اللحوم. هدخل ازاي الاعزب؟ هكتب له اعزب واشوفها ازاي علاقته بالكميات اللي بيستخدمها. فده اسمه متغير وصفي او متغير نوعي. هنشوف هنا في البرنامج ازاي بنحول يعتبر المتغير ده الى متغير شبه كمي يعني ايه كمي يعني في ارقام يبقى اذا لازم اكون عارف فرق ما بين البيانات الكميه والبيانات النوعيه الكوانتيتيف والكواليتيف يبقى عرفنا البيانات النوعيه لما اتكلم حاله اجتماعيه اتكلم المستوى التعليمي امي متعلم يقرا ويكتب فاذا دي ايه كلها بتاخد الفاظ طيب بلاقي ان هنا في البرنامج بيعرف الكلام ده تعريف كامل هنمشيها واحده واحده كده علشان نبدا نفهم مدخل البرنامج انا خلاص في اكسل اكتب الارقام وابدا اشتغل اما في الاس بي اس اس لازم عشان تشتغل صح عرف المتغير بتاعك تعريف صح وزي ما انتم عارفين اما بعرف المتغير صح بقدر احدد انا هستخدم اختبار ايه في التحليل يبقى اذا لما ندخل على قائمه Variable View زي ما احنا شفنا الداتا فيو اللي قدامنا دي زيها زي اكسل هنا ادخل الداتا في الاكسل نفس النظام في الاس بي اس اس ولكن عرفنا الفرق في الخلايا وفي الاعمدة والكلام ده وارجع اقول تاني ان الكولم عشان شغلك يبقى صح لازم يكون variable يعني بيعبر عن المتغير اما الرو يعبر عن الكيس او الحالة تعالوا بينا ندخل لفاريبل فيو زي ما احنا شايفين ظهر معانا في فاريبل فيو اكتر من حاجه طب الكلام ده موجود في اكسل؟ اكسل ادخل كده اه ده تحت في اهوت شيت واحد شيت اتنين شيت تلاته مفيش فرق نفس الشيت بنفس كل حاجه يبقى اذا مفيش Variable فيو او تعريف يبقى اذا اللي يميز اس بي اس عن اكسل ان في الاس بي اس اس بيبدا يعرف المتغير تعريف ايه تعريف كامل زي ما احنا هنعمل كده عشان يبقى البرنامج بادئ معانا من الاول بنلاقي عندنا قائمه هنا ولو لاحظنا دي قائمه ايه الـ Variable فيو بيتم الادخال عادي من هنا يا اما داتا فيو يا اما Variable فيو بنلاحظ ايه بنلاحظ عندنا حاجه اسمها نيم طيب ويت ديسمل ليبل فاليو ماسنج كولم الاين ميجر رول ايه كل الكلام ده ده كل ما يخص تعريف المتغير يلا بينا نبدا اول حاجه في تعريف المتغير وهو النيم ولو بصينا قبل ما نبدا في النيم الى شريط الادوات هجد النفس اللي موجود هناك في شريط الداتا فيو هو اللي موجود في شريط الايه الادوات تمام يبقى ابدا النيم Name. النيم Name معناها اسم المتغير وانا بقول لو انا بتكلم على زي ما قلت مثلا الدخل القومي يبقى هكتب الدخل القومي صح مظبوط هكتب الدخل القومي بس انا اقول لك ايه عشان تكون البيانات قدامك بطريقة كويسة بطريقة تفتح نفسك عنك تقعد وتحلل وتشوف نتائجك وتفسر وتوصل للتنبؤات اللي انت عايزها حاول دايما النيم له رموز واي اكس واحد اكس اتنين اكس تلاتة وهكذا لو ملاحظين انا قلت واي واكس واحد واكس اتنين ما قلتش واي واي واحد واي اتنين لان في فرق دايما فرق ما بين الديبندنت فاريبل والاندبندنت فاريبل المتغير التابع والمتغير المستقل تاني علشان تشتغل لابد انك تكون ملم بالاحصى بالاحصى من الناحيه النظريه والتطبيقيه يدوي تبقى فاهم لما اجي اقول لك الانحدار المفروض تبقى فاهم يعني انحدار المتوسطات ابقى فاهم يعني ايه المتوسطات فانا ما اقدرش اشتغل مع البرنامج ده ودي بتقابل كل الباحثين مشكلتهم ما اشتغل مع البرنامج ده وانا مش فاهم احصاء وعلشان كده انتوا في المستوى الثاني درستوا ماده اساسيات الاحصاء فانا بقول لازم نفرق ما بين الديبندنت فاريبل والاندبندنت فاريبل متغير التابع والمتغير المستقل المتغير التابع من اسمه دايما هو اللي بديله رمز الواي او الصاد متغير تابع منساش ابدا ان هو تابع فاذا تابع لحاجه طب التاني اسمه متغير مستقل، معناه ان هو ما بيتاثرش ولكنه مين؟ يبقى اذا التابع يتاثر بالايه؟ بالمستقل، المستقل اللي هو الاندبندنت او اللي بديله رمز اكس او بديله رمز دايما سين لو انا بتعامل برموز عربي، يبقى الفرق ما بين التابع والمستقل مهم، التابع بيتاثر بالاكس، فعشان كده ما اقدرش اقول كذا متغير تابع. أقول واي واحد واي اتنين واي تلاتة لا أقول واي هي واحدة فقط متغير تابع لو جيت مثلا أتكلم على مستوى تحصيل الطالب مستوى تحصيل الطالب ماله تابع ولا مستقل لو مستقل يعني معناها كده ان المستوى تحصيل الطالب ما فيش حاجة بتأثر عليه ولكن مستوى تحصيل الطالب او درجات الطالب في النهاية تتوقف على عدة عوامل اهي تتوقف على عدة عوامل هي الايه هو المتغيرات المستقله اللي اكس 1 اكس 2 مستوى تحصيل الطالب يتوقف على واحد الماده العلميه اثنين طريقه التدريس ثلاثه الظروف البيئيه والعائليه في البيت هل الجو البيت بيشجعنا على المذاكره ولا لا فلاقي اكتر من من ايه من عامل بيأثر فعشان كده المتغير التابع واحد المتغير المستقل اكتر من المتغير المستقل ده جوه الداله الواحده يعني عشان ما حدش يقول لي يعني ايه متغير مستقل معنى كده ان الدخل القومي والاستهلاك القومي مين بيأثر على مين؟ الدخل القومي يأثر على الاستهلاك كل ما الدخل القومي يزيد زي ما احنا عارفين وفق النظريه الاقتصاديه الدخل الاستهلاك يزيد محدش حدش يجي يقول لي يعني معنى كده ان ما فيش حاجه بتأثر على الدخل القومي لا في 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 حالات ثانيه انا على حسب الحاله اللي انا بدرسها في حالات تانية ممكن يصبح الدخل القومي واي وايه المتغيرات اللي بتأثر عليه؟ لكن ما أقول دخل قومي واستهلاكي بعرف مين التابع ومين المستقل، أبقى عندي القدرة إن أنا أحدد مين التابع ومين اللي بيأثر على مين؟ فده مهم جدا، فعشان كده بقول النيم يفضل أديله رموز واي مثلا شوفوا عمل ايه مجرد كتبت واي حاجات جديدة ظهرت تحت كل حاجة من الحاجات دي، فده اللي احنا عاوزين نتعرف عليه، كل حاجة ظهرت جديدة هنا هي تعتبر الوضع الافتراضي لاستخدام البرنامج زي ما هنشوف دلوقتي، اكتب هنا على حسب عدد المتغيرات اللي عندي x واحد هيدي نفس الوضع الافتراضي، x اتنين وهكذا طيب. يبقى اذا عرفنا نيم واي اكس واحد اكس اتنين تعالى كده لما نرجع للداتا فيو ايه اللي حصل اه مش هنا كان مسمي ده variable 1 وده فاريبل 2 وفاريبل 3 وهكذا على حسب عدد المتغيرات شوف اصبح عين محدش فيكم قال لي يا دكتور ده بيكتب عربي فنحوله انجليزي نكتبها واي وكويس ان اتكتبت عين ليه علشان نعرف ان في النيم في الفرجينات الجديده اللي منها 18 اللي بنتعامل معاه وفي فيرجن 20 و19 و22 ولكن في النيم اقدر اكتب بالعربي وبالانجليزي زي ما تشوفتوا شفتوا لما كانت مكتوبه عين يبقى اقدر اكتب عربي وايه وانجليزي يبقى مجرد اكتب اسم المتغير ظهر واي اكس واحد اكس 2 هيجي طالب يسالني يقول لي يا دكتور حلو ماشي كتبنا واي بس انا لما اجي اشتغل هبقى فاهم الواي ده كان مين هو كان الدخل القومي ولا كان الاستهلاك هل يا دكتور هجيب ورقة وقلم واكتب عندي كده واي هو الدخل الاستهلاك، اكس واحد الدخل القومي، اكس اثنين كذا ولا هعمل ايه؟ يبقى اولى كنت اكتب الدخل القومي؟ لو كنت اكتب الاستهلاك؟ لا هقول له لا كل دوت هنشوفه دلوقتي حالا ازاي نكتب. يبقى اذا النيم خلاص عرفناه مجرد ايه؟ أدي رموز عندي، أجل الطيب. ايه الطيب ده بقى؟ أبص انا مجرد كتبت وقلت لكم في حاجات ظهرت دي حاجة اسمها الوضع الافتراضي عندي ابص للطيب الاقي ايه numeric ايه ديت بقى شوف انا مجرد وقفت عليها ظهر حاجة على ايه على الجنب اللي هو دي هنشوفها دلوقتي نيومارك numeric يعني معناها اني البيانات بتعامل معاها كبيانات كمية ببساطة عشان ما حدش يفهم غلط النيوماريك معناها برضو ان انا بتعامل مع ارقام زي ما كنت لسه من شويه بقول الحاله الاجتماعيه اعزم متزوج م... هحولها لشكل ارقام يبقى اقدر استخدم نيوماريك يعني معنى كده الوضع الافتراضي اللي بيظهر عندي نيوماريك هو وضع ايه بستخدمه في كل الحالات الا اذا اضطريت انك عاوز تغيره هدوس على العلامه اللي كنت لسه بتكلم عليها من شويه اللي في نهايه الخليه مجرد ادوس عليها هيطلع لي كل الايه يطلع لي كل الحالات اللي موجوده نيومريك كومه دوت يعني كومه يعني الارقام يبقى في كومه بين كل تلات ارقام دوت يبقى نقطه يعني الكلام يا اما نيومريك من الاخر يا اما سترنج سترينج شوف نيوماريك وسترينج نلاحظ ايه بص كده على يمين الصندوق الحواري اللي طالع الاقي في ويتس وديسملز العلامه العشريه طب لو نزلت على نيوم سترينج خليتها سترينج مين اللي بيمشي ده الاتنين مشوا ولا بقى في ويتس ولا سترينج بقت حاجه اسمها الايه الكاتيجوريز او الايه الخصائص ليه لان هو اصبح متغير نوعي عدد الحروف اللي عاوز تدخلها هيبقوا كام؟ 8 فعلشان كده بقول لك خلينا نتعامل مع الوضع الافتراضي النيوميريك وحتى لو كان متغير عندي سترينج هشوف ازاي احوله لاعداد او ارقام اتعامل معاه نرجع نقول اوكي يبقى اذا نلاقي بعد كده الويتس والديسملز الويتس والديسملز اللي لسه شايفينهم حالا الويتس المقصود بيها وضع افتراضي 8 الديسميلز وضع افتراضي 2 الويتس معناها ان عدد الارقام الصحيحة اللي هتاخدها الخلية 8 تقدر تزود وتقدر هو الوضع الافتراضي تقدر تزود زي ما انت عايز من خلال السهم الفوق او لتحت او تقلل لغاية ما توصل للواحد يعني رقم واحد فقط فدايما دي انت ما بتتعاملش معاه في حاجة لان اغلب الارقام مش هتعدي غالبا مع أي حد بيتعامل مع تمن أرقام خاصة إنك لازم تكون بتتعامل مع وحدة قياس يعني ما جيش أكتب مثلا رقم كبير 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 وأقول جنيه ولما أقرأ الرقم ده مثلا هلاقيه مثلا 3 مليار 620 مليون 350 ألف 127 تسع أرقام ليه؟ لأ أنت لازم زي ما قلت تخيل اصلا لو دخلت الرقم دوت قدامك كارقام كبيره بالشكل ده لازم تيجي تشتغل تهذب بياناتك يعني ايه تهذب بياناتك يعني ما اجيش زي ما قلت اكتب الرقم الكبير التسع ارقام ده ويبقى في الخليه قدامي كبير كده طب ما انت كل الرقم ده انت لسه قايل كذا مليار ومش عارف كم مليون وكذا الف جنيه يعني معناها ان هنا عندك بالمليار جنيه ما تخليه 3 مليار وكذا جنيه يبقى 3 وعلامه عشريه ورقمين او رقم بعديه يبقى لازم تكون مهذب بياناتك تظبط وحدة القياس بتاعتك على حسب الأرقام كبيرة أو صغيرة عندك، طيب ايه ميل زي ما قلنا العلامة العشرية الوضع الافتراضي بتاعها اتنين لو مش عايزها خالص يبقى خليها زيرو، عايز علامة عشرية واحدة علامة عشرية اتنين فلو جينا هنا رجعنا على الداتا فيو وبدأت أكتب في أول خلية كام وليكن ألفين وخمسمية. انتر اهو قبل طبعا ال 2500 لانها تمن ارقام هناك الوضع الافتراضي ثمانية، انها ما زالت في حيز تمن ارقام وحط لي صفرين 2500 وصفرين ايه الصفرين دول؟ هي العلامه العشريه هي العلامه العشريه لاني قايل الديسم تكون اتنين علامه عشريه يبقى اذا لو انا مش محتاج العلامه العشريه افضل برضو اهذب بياناتي تاني. ما بستخدمش في الفاريبل ده علامه عشريه شوف المنظر كده هيبقى عامل ازاي قدامي 2500 طبعا احسن ما تبان 2500 علامه 00 البيانات كل ما تكون داخله بطريقه مظبوطه قدامي بطريقه تريح العين وتريح الواحد هيبدا يشتغل وهو لينه نفسي وهو شغال خاصه البرنامج ده زي ما انا قلت لازم يكون بشتغل وانا مرتاح لاني قاعد قدام الكمبيوتر طيب ارجع تاني على الداتا او على الفاريبل فيو ندخل على حاجة اسمها الليبل، إيه الليبل ده؟ عنوان، عنوان يعني عاوزين نعرف الفرق ما بين بقى النيم والليبل، النيم زي ما إحنا قلنا نريح نفسنا ندي اسم المتغير واي اكس واحد زيد عبيد أي اسم حضرتك عايز تحطه مفيش أي مشكلة في النيم، أما أما تيجي في الليبل لو جينا مثلا واي ده كان الاستهلاك القومي في مصر يبقى اذا تعالوا نشوف الفرق ما بين الليبل وما بين النيم لو جيت كتبت في الليبل الاستهلاك نحول بقى عربي لو جينا كتبنا الاستهلاك القومي في مصر عائد السلاك القومي بتاع مصر خلاص اهو الاسم ظهر طب لما اروح للداتا فيو الاقي ايه, إيه؟ الله مازال اسمها واي مازال اسمها واي طيب لكن لو جيت خدتها كوبي كده ورحت حطيتها بس مكان الواي ليه؟ لان هنا طبعا النيم له حاجات معينه ايه الرساله اللي طلعت دي؟ النيم له حاجات معينه بيقول ببساطه النيم له 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 خصائص النيم له خصائص من ضمن الخصائص دي ما ينفعش لو كتبت اسم في النيم ما ينفعش يبقى فيه سبيس او مسافات مش لسه كاتب استهلاك القومي بينها مسافات لازم اشيل المسافات دي عشان اقدر اكتب الاستهلاك القومي حط بقى شرطه حط على مميلة يبقى تخيل منظرها هيبقى عامل ازاي يعني لازم اكتب الاستهلاك في النيم ما ينفعش اعمل مسافه اهو لو عملت مسافه وجيت كتبت القومي اهو مش راضي يدي مسافه ما ينفعش لازم ايه علامه شرطه القومي شوف المنظر بقى عامل ازاي هيتعبك في الايه في انك يقبل الحاجه لازما الاستهلاك نقطه القومي افضل اشتغل نقط يقبلها يبقى اذا ما يقدرش يقبل مسافات تعالى شوف منظرها ده في مصر كمان ما كتبناش في مصر شوف يبقى واي افضل ولا الاستهلاك نقطه القومي نقطه في نقطه في مصر مع مع فاريبل واحد طب لو عندي اكتر من فاريبل شغال عليه والاسامي كبيره قدامي كده وبالتالي دوت هيبدا يخلي الكولم عشان اكتب السلك القومي في مصر الكولم يبدا يبقى شكله بالمنظر ده كل كولم بالمنظر ده قدامي وجواه رقم 2500 وكل ده فاضي يبقى لازمته ايه يبقى اجي هنا يبقى هنا دوت بقى ايه الفرق او الحاجه اللي تميز الناس اللي تستخدم البرنامج صح الإستهلاك القومي في مصر خلاص يبقى ده بقى واي وما ظهرش معايا الاستهلاك القومي في مصر كاتب واي اهو ما ظهرش معايا هيجي واحد يرد يقول لي خلاص انا عارف مجرد لو بصيت هنا اعرف ان ده الواي مجرد ان انا هشتغل هنا عارف ان ده الواي ولكن لما اجي المشكله معايا في الايه في الريزلت او في النتائج بتاعتي ما هيطلع اسمه واي هقول له لا لما تكتب في الليبل الاستهلاك القومي في مصر في النتائج بتاعتك زي ما هنشوف هيطلع مش اسمه واي هيطلع اسمه استهلاك القومي في مصر وبالتالي انت مش محتاج تعمل تعديل على النتائج لان الجدول طالع استهلاك قومي في مصر. طيب هنشوف نكمل يبقى الليبل لو انا سبت مكانه فاضي لو جيت في اكس واحد وسبت مكانه فاضي ما كتبتش حاجه في الليبل في النتائج التحليل هيطلع اسمه اكس واحد يبقى الليبل هو اللي بيتحكم في النيم كتبت يظهر بالاسم اللي انا كتبته في النتائج وفي التحليل زي ما هنشوف ما كتبتش يظهر بالاسم او بالرمز اللي انا حاطه في النيم طيب ندخل بعد كده على حاجة اسمها الـ values يعني القيم قيم ايه والوضع الافتراضي نن مفيش طيب اقف عليها كده وابدأ ادوس هنا زي ما دخل في طريقة الطيب ابدأ ادوس يبقى هيطلع لي قايمة طلع قايمة بالشكل اللي انا شايفه قدامي ده قايمة الفاليو ليبلز ليبلز فاليو يعني ايه فاليو هو يعني الفاليو قيمه وليبلز عناوين ايه عناوين القيم او قيم العناوين هلاقيه برضو عامل هادي في مستطيلين ادي الفاليو لوحدها وادي الليبل دي مهمه جدا بقى لاي حد عنده متغير وصفي يبقى كده خلاص احنا اتعاملنا مع المتغير الكمي لما قلنا في الطيب اقدر يظهر عندي نيوماريك واقدر يظهر عندي سترينج وعرفنا نيوماريك يعني هستخدم ارقام تعالى بقى هنا اللي ما بيعملوش اكسل لغايه دلوقتي الحاجات دي مش موجوده في اكسل نيجي لمين ل الفاليو انا دلوقتي هفترض الجندر عندي اللي هو النوع كان ميل وفي ميل ذكر وانثى فانا كنت مستخدم الجندر ذكر انثى عاوز ابدا ادخلهم عندي في البرنامج هكتب ذكر وانثى لا شوفوا كده لما نيجي بس خلونا مثلا على متغير عشان ما نلخبطش دي عشان ما نيجي ندخل داتا خلونا على متغير لان ما ينفعش اجي هنا واعمل فاليو للاستهلاك لان الاستهلاك هنا داخل قيم طب هل ينفع اعمل فاليو للاستهلاك بطريقه يعني هل ال... الاستهلاك عندي انا مدخله قيم هل اقدر اعمل له فاليو امتى اعمل فاليو للاستهلاك انت ما دام الاستهلاك عندك عباره عن قيم يبقى خلاص هتدخل قيم مش غني مارك ومش محتاج للفاليو طب امال امتى اعمل فاليو للاستهلاك برضو اذا كان مديني الاستهلاك في شكل ليفلز او مستويات مديني الاستهلاك هاي عالي ميديم متوسط لاو منخفض يبقى اذا كان واخد مستوى الاستهلاك ومش قادر يحصل على ارقام فايه انت لو بتجمع مثلا استماره استبيان دايما الشعب المصري او الشعب العربي بشكل عام يقلق لما تروح تجمع كده منه استماره وانت راجل بتاع اقتصاد وعاوز تشوف استهلاك الـ 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 الاغذيه اللي موجوده واسعارها والكلام ده كله لما تروح لواحد تقول له إيه، أنت دخلك قد إيه؟ بيبدأ يصدم لو هو بياخد 100 جنيه هيقولك 20 جنيه مش هيديك الحقيقة، لكن ممكن بتضطر تغير الصيغة بطريقة تانية، والله أنت دخلك عالي متوسط منخفض في الحالة دي اديته طمأنينة شوية يعني حتى أنت لو بتسأل لو واحد قريبك حتى بيقولك أنت بتقبض كام؟ بتبقى من جواك كده أنت مالك أنا بقبض كام؟ حتى لو كان اخوك انت مالك من وبالتالي في استمارة الاستبيان مهم جدا لان انت حاجه من الاثنين هتعتمد عليها يا اما هتعتمد على بيانات اوليه يا بيانات ثانويه عشان ما احنا اتفقنا محتاجين بيانات عشان ابدا اشتغل يا بيانات اوليه يا بيانات ثانويه ايه الفرق بين الاثنين البيانات الاوليه والبيانات الثانويه بيانات اوليه من اسمها اوليه هي جايه من كلمه اول يعني لأول مره هيقوم الباحث بجمعها بنفسه انا دلوقتي عندي مثلا ايه وليكن موضوع الزراعه التعاقديه زي ما انتوا عارفين لو انا حبيت اخد ايه راي الناس في الزراعه التعاقديه وواصلين في ايه في الزراعه التعاقديه وايه مميزات في الزراعه التعاقديه وعيوب وعاوز اعمل كوتشينير عن الموضوع ده كله او استماره استبيان هل في جهه ارجع لها اقول لها اديني الحاجات دي كلها ولو حددت مثلا عايز اشوفها في الوجه القبلي مش هلاقي فبضطر اعمل استماره استبيان احط الاسئله اللي انا عايزها وابدا انزل ميدان اللي انا عاوز اشتغل عليه واجمع الاستماره دي بسميها بيانات اوليه دي طريقه في حاله ان انا مش عندي البيانات متوفره اللي اقدر ارجع لها عشان ايه استخدمها في التحليل طيب النوع الثاني بيانات ثانوية بيانات ثانوية من اسمها يعني في حاجة أولية في حاجة ثانوية يعني معناها اتجمعت قبل كده يبقى البيانات الثانوية هي بيانات تم جمعها مسبقا ويقدر الباحث يرجع لها لما أنا عاوز أشوف زي ما احنا قلنا على المثال اللي احنا ماشيين عليه الاستهلاك القومي والدخل القومي ما ينفعش أعمل استمارة ولا ينفع هل ألف على 90 مليون مواطن وأقول له حضرتك بتستهلك قد إيه؟ ودخلك قد إيه؟ طبعًا صعب، طب فين الكلام ده؟ يبقى في مكان أقدر أرجع له زي مثلًا جهاز مركز للتعبئة العامة والإحصاء، قطاع الشؤون الاقتصادية في الوزارة، أيًا كان الأماكن اللي أقدر أرجع لها، يبقى إذًا بيانات موجودة أبدأ أرجع لها وأستخدمها، بسميها بيانات سنوية، أما البيانات الأولية يبقى استمارة الاستبيان لازم أنا أصممها وأبدأ إيه؟ استخدم بياناتها بعد تجميعها فشطرتك هنا في وضع اسئله استماره الاستبيان علشان في النهايه زي ما قلت هدخل على البرنامج البيانات هيديني نتائج خد بيانات يديني نتائج فمهم جدا ايه مهم جدا اكون ايه محدد البيانات تكون صح البرنامج مالوش دعوه بيانات اغذيه بيانات يديني نتائج فمهم جدا فالنقطة اللي بنتكلم عليها بقى ايه لو مثلا الدخل دخل القومي او مثلا بعمل بشوف استهلاك الاسر من اللحوم عشان اعمل دول استهلاك والدول مش عارف الانفاقية واشوف انفاق على اللحوم قد ايه ودخله قد ايه والسلعة التانية بيوجه لها قد ايه وابدأ ايه ادي سياسات اللي احنا نبدأ نعمل واحد اتنين تلاتة اربعة من النتائج اللي تطلع فلازما قلت له ماشي حضرتك بتقبض كام؟ أو دخلك كام؟ ما ينفعش أسيب السؤال كده وخلاص. لأ لازمًا أرجع تاني أصيغه بعد فترة بطريقة تانية. أقول له مستوى دخلك كام؟ هل مستوى دخلك عالي؟ مستوى دخلك منخفض؟ مستوى دخلك متوسط؟ فدايمًا تعمل حسابك إن لازم البيانات عندك عشان تكون سليمة خاصة في استمارة الاستبيان لازم تكون صايق تكون بتصيغ الاسئله بطريقه مظبوطه. والسؤال اللي تلاقيه محرج حاول انك ما قدرتش تصيغه بطريقه كويسه او عاوز يعني انا لازم اجيب دخله إيه؟ كام؟ اديله سؤال تاني بعديها دخلك منخفض متوسط مرتفع يبقى عشان لو البيانات عندك ما قدرتش تستخدم الدخل دوت يبقى عندك بالطريقه الايه؟ الاسترنج او الطريقه الوصفيه اللي نبدا نستخدمها. فده مهم جدا اكون عارف الفرق ما بين البيانات السنوية والبيانات الاوليه مهم جدا اكون عارف الفرق ما بين البوبليشن او المجتمع والسامبل العينه فرق بين المجتمع والعينه وده كله المفروض اكون فاهمه فين في الاحصاء العينه لما بكون هعمل كوتشنير استمارة السبيان وانزل اخد عينه معينه زي ما قلنا ما ينفعش هشتغل على الوجه الابلي هل هروح اجمع من كل المحافظات من كل الناس اللي قاعده في الوجه الابلي لا ببدا اختار محافظه على حسب طريقه اختيار العينه وانزل اختارها اما لو بتكلم على مجتمع وليكن طلبه كليه زراعه ممكن اقدر اشتغل لو جينا طلبه البرنامج العلوم الاقتصاديه والاجتماعيه ممكن اقدر اخد كل الطلبه لان اقدر احصرهم واقدر اعمل لهم حصر شامل ولكن غالبا في اغلب الابحاث واغلب الدراسات بضطر ان انا ارجع لعينه ليها مواصفات معينه لازم العينه تكون ممثله تمثيل كامل للمجتمع فنرجع تاني للبرنامج نقول ايه فبنقول الفاليو يبقى اذا الاستهلاك اقدر اعمل له فاليو في حاله لو انا مدخله في صوره مستويات اما لو كان قيم زي ما انا بدات كده وحطيت 2500 فما ينفعش اعمل له فاليو الفاليو ابدا اعمله وليكن لاكس واحد هروح داخل كده احنا اتفقنا ايه هنخلي اكس واحد ده الجندر ذكر وانثى ميل وفي ميل فباجي هنا في الـ value هدي قيمه ترتيبيه واحد يبقى ايه هفترض ان هو ميل يبقى واحد ذكر اتنين واحد هيسالني يقول لي هل هنا لازم ادخل كل القيم بتاعتي او الاسامي بالانجليزي مش شرط انا ممكن اجي اهوت value واكتب ايه هل هيقبلها البرنامج واكتب انثى فاذا هو يقبل ايه؟ يقبل عربي وانجليزي، يبقى اذا بكتب الفاليو ليبل العنوان اللي هو ده احنا تاني نقول دوت في حالة انا بعمل متغير وصفي عندي زي ما قلنا المتغير اللي عندي الجندر او النوع ذكر وانثى فانا مش هدخلها اكتب ذكر واكتب انثى في كل كيس او في كل حالة عندي فبروح اروح عامل الليبل ده بيخدمني وبالتالي بسيب الطيب عندي نيومارك عددي زي ما هو او قيم فبالتالي بروح كاتب فاليو القيمه ليبل زي ما شفنا واقول له اد طول ما ما فيش حاجه مطفيه لكن لو جيت مثلا ثلاثة اهو ولازم اكتب كذا واروح اقول له اد تمام اقول له اوكي طبعا دي خلاص مش معانا ما دام ما قلتش اد حتى لو قلت اوكي مش داخلة معانا يبقى إذا واحد ميل اتنين إيه أنثى بس ما تجيش بقى تكتب لي واحد ميل اتنين أنثى ما تكتب واحد ذكر واتنين أنثى لكن هنا بوريك إن تقدر تدخل عربي أو إنجليزي الطريقة اللي أنت عايزها وأقول له أوكي هنا إيه ما رضاش يغير ليه؟ قال لك لازم نشيل ده هو بيديني امر لو قلت اوكي ماشي هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انت قلت اوكي وسايب الحاجات ديت فهيتعمل لها ايه؟ لوزت هتفقد، طب ما احنا قلنا، قلنا ما دام ما قلتش اد خلاص حتى لو كاتبها مش هتفرق، فانا لو كنت قلت له اوكي كان هياخد الامر وينفذ من غير ما يدرج الحاله التالته اللي انا كنت كاتبها، فاقول له اوكي يبدا نلاحظ هنا في الفاليو لو كبرنا دي شويه الاحظ ايه؟ زي ما احنا شايفين كاتب واحد ايه؟ ميل. اللي هي اهوت واحد ميل اتنين انثى اهوت يبقى يبدا يعمل لي ايه حول لي المتغير الوصفي اقدر اتعامل معاه كانه متغير نيوميريك وبالتالي مانيش محتاج ادخل واقول له من الطيب واقول له اوكي واقعد اكتب ذكر انثى ذكر انثى لا خلاص اوتوماتيك هكتب واحد في حاله لما يكون الجندر او النوع عندي ذكر اتنين في حاله لما يكون انثى يبقى كده دي الحاجة اللي بعد كده الفاليو خلاص الميسنج دي القيم المفقودة غالبا تاني مدام انت اتفقنا هزبت بياناتك كويس دخلت بياناتك بطريقة كويسة مش محتاج القيم المفقودة الا اذا انت كنت عاوز تحدد قيم بعينها يستبعدها وديت اصلا ليها قواعد وليها طريقة معينة فإذا لو أنت مدخل بياناتك مظبوطة ما عندكش أي مشاكل أصبح ما عندكش ميسنج فاليو ومش محتاج الميسنج فاليو واسيبها للوضع الافتراضي النن تمام يبقى إذا دوت الميسنج فاليو مش محتاج فيها حاجة طبعا لها قايمة برده وهو الوضع الافتراضي هو نو ميسنج فاليو لكن لو كان فيه تبدأ تحدد وإيه الميسنج فاليو اللي عندك فنخليها الوضع الافتراضي نو no. كولمز كولم زي المعصوب المقصود بيها عبارة عن اللي هي المفروض دي اللي هي ويتس يعني عرض فعرض هنا قلنا معناها عدد الارقام اللي يقبلها الايه الخلية اما كولم هنا جاي العكس كولم هنا هي عبارة عن عرض العمود شوف لو انا كبرت كده اهو خليتها مثلا 34 روح شوف شكل العمود الاول بقى كام لما اروح كده شوف شكل العمود العرض بتاعه حصل له ايه محدش يقول لي ده انت عامله قبل كده لما كنا زودناه لا انا كنت رجعته تاني اهو ارجعكم تاني قدامكم وارجع عايز عرض العمود شوف رجعها سبعة اهو ما دام رجعته واهو عرض العمود قدامي ب 24 اروح الاقي عرض العمود يبقى اذا دوت بيبين عرض العمود وانا قلت غالبا انا مش هحتاجه في حاجه لان بياناتي مش هتعدي عن 8 ارقام في الغالب عشان كده عاملين الوضع الافتراضي 8 ارقام كلنا طبعا عارفين يعني ايه لاين بتظهر معانا في اغلب البرامج الاقي الاين عندي هنا رايت ايه رايت يعني معناها ان القيم بتاعتي تدخل على يمين الجدول اهو آه. زي ما احنا شايفين ال 2500 داخل على يمين الكولم طبعا ايه عاوز تخليها ليفت يبقى هتيجي على شمال الكولم اللي بعدها طبعا افضل انت حر مش مش لازم تغير فيها لكن لو عملتها سنتر يبقى معنى كده كل بيانات الكولم دوت هتبقى زي ما انتم شايفين في نص العمود اخر حاجه عندنا في تعريف البرنامج الميجورز ايه الميجورز ده المقياس مهمه جدا اللي ما بيعملهاش برنامج الاكسل المقاييس عندي احنا لسه من شويه كنا بنقول ان عندنا نوعين من البيانات بيانات كميه اللي هي الكوانتيتيف داتا وبيانات في داتا اللي هي البيانات الوصفيه بنلاحظ ان البيانات الوصفيه وفقا للمقياس تتقسم لنوعين اوردينال يعني ايه اوردينال يعني بيانات اوردينال جايه من ايه من ترتيب ونومينال نوعي الفرق بين الاثنين الاثنين وصفي يعني حاله اجتماعيه زي ما قلنا الجندر النوع ذكر انثى إيه حالة تعليمية مستوى المعيشة مستوى التعليم كل ده كله كواليتاتيف داتا بيانات وصفية تتقسم لنوعين النوع الأول نومينال التاني اوردينال ذا ديفرنس ايه الفرق بينهم النومينال والاوردينال هنلاقي ان النومينال هي بيانات وصفيه لا يشترط فيها الترتيب احنا لسه قايلين بقى اوردينال ترتيب يبقى اكيد عكسه يبقى الاوردينال بيانات وايه وصفيه ايضا ولكن يشترط فيها الترتيب يعني ايه يعني مثلا لما اقول المثال اللي احنا كنا بنقوله الجندر النوع ذكر وانثى مين يجي قبل مين ذكر الاول ولا الانثى مش بيقولوا البنت زي الولد يبقى اذا ايه مفيش ترتيب هنا الواد يجي قبل البنت البنت قبل الواد ما فيهاش ترتيب يبقى هو ده زي ايه النوع ذكر وانثى ما بتاخدش ترتيب قد الذكر واحد قد الانثى اتنين او العكس مش محتاجه ترتيب يبقى اذا بياخد ايه بغض النظر عن الترتيب لكن لما اجي في الاوردينال وهو اصلا وهو برضو ترتيبي من البيانات الوصفيه ايضا هنا يستدعي الترتيب لما اجي اقول مستوى التعليم مستوى التعليم أمي متوسط مستوى عالي مستوى فوق العالي اللي هو الدراسات العليا والدبلومات والكلام دوت ها هنا محتاج ترتيب هل ينفع اروح اعمل ماجستير وانا في اعدادي معايا اعداديه هل ينفع اعمل ادخل ابتدائي وانا مثلا أمي فلازم إيه حاجة قبل حاجة يبقى أمي تاخد نمبر وان أديها ترقيم واحد لازم متو... تعليم متوسط ياخد رقم اتنين فوق متوسط تلاتة تعليم عالي أربعة تعليم فوق العالي خمسة يبقى إذا دوت بيستدعي الترتيب لما أجي مثلا مثال تاني مستوى الاستهلاك اللي كنا بنتكلم عليه من شوية مستوى الاستهلاك متوسط وعالي ومنخفض عندي ثلاثة انواع من مستويات الاستهلاك محتاجه ترتيب هل المنخفض لو متوسط استهلاك منخفض ودخله زاد اكيد هيبقى متوسط واللي دخله اعلى اكيد مستوى استهلاكه عالي يبقى هنا محتاجه ترتيب ان مستوى مستوى الاستهلاك المنخفض ياخد واحد مستوى الاستهلاك المتوسط اتنين مستوى الاستهلاك العالي ياخد تلاته يبقى دوت الكواليتيتيف داتا اللي هي البيانات الوصفيه لازم افرق ما بين الاوردينال والنومينال النومينال ما بتحتاجش ترتيب هي بيانات وصفيه ولكن لا تحتاج ترتيب زي النوع اوردينال بيانات وصفيه ايضا ولكن تحتاج لترتيب النوع الثالث اسف النوع الثاني من البيانات الكوانتيتيف داتا اللي هي البيانات الكميه واللي احنا قلنا هي البيانات اللي خلاص ما ينفعش بقى اقول تاخد ارقام السترنج ما انا ارقام ما هي فعلا البيانات النوعيه خلاص عرفنا انها نوعيه او وصفيه اما البيانات الكميه تاخد ارقام ويفضل انها تكون ليها وحده قياس لان هيشوف في فرق ما بين البيانات النوعيه والكميه ديت لازم تتوزع توزيع طبيعي دي ما تتوزعش توزيع طبيعي فالبيانات الكميه افضل انها بيانات تقاس ولها وحده قياس درجه حراره مش عارف الدخل الاستهلاك كل دوت ليه له ايه وحدة قياس هنلاقي ان في حاجة برضو الكوانتيتيف تتقسم لنوعين لانترفال وريشو انترفال وريشو نسبي وفتري انترفال فتري وريشو اللي هو النسبي الانترفال والريشو عمل ايه بقى البرنامج رايح الدنيا كلها وراح عمل الكمي اللي هي الانترفال والريشيو في حاجه واحده اللي هي اسمها سكيل سكيل يبقى اذا لو البيانات عندي كانت كميه اديها الوضع سكيل زي ما احنا شايفين في البرنامج الوضع الافتراضي عندي في الميجرز هو مين هو الاسكيل يبقى زي ما انتم شايفين كده الوضع الافتراضي في المجر هو الاسكيل يبقى الاسكيل هو عباره عن الايه الكمي لو دوست كده على السهم هلاقي يظهر ordinal و nominal. لأن لازم الوصف في فرق بين الاثنين أما السكيل خلاص كمي إذا كان مستواه صفر أو ليس له وحدة قياس الصفر فرق يعني إن إن يعني إيه وحدة قياس الصفر يعني بيبدأ من الصفر زي مثلا الوزن ما ينفعش أقول سالب خمسة كيلو لكن لو كان مثلا درجة الحرارة هتنفع بالسالب وبالموجب فده الانترفال اما الثاني الايه الريشيو راح جمعهم في اتنين اللي هي السكيل يبقى ما يكون بيانات كميه سكيل بيانات نوعيه اللي بعمل فيها ايه بقى البيانات النوعيه حد كده يقول لي البيانات النوعيه اللي هي لازم اعمل لها ايه بخليها نيومريك يبقى لازم اعمل لها ايه اعمل لها فاليو اللي لسه قايلين عليها من شويه اللي هي ايه اديها ترقيم واحد واثنين ففي الحاله دي احدد هل هي ما ينفعش اسيب ده بقى سكيل يبقى اذا يحددها اوردينال ولا نومينال؟ هنا الجندر مش محتاج ترتيب يبقى اديها ايه؟ نومينال زي ما انتم شايفين ابناء الطلاب ده ببساطه عرض مبسط للفاريبل فيو ازاي احنا بنقدر نعمل توصيف كامل للمتغير اللي عندي زي ما انتم شفتوا ان المتغير اللي عندي هنا اقدر له توصيف بالترتيب هلاقي نيم هلاقي طيب واحنا اتفقنا ان النيم هو اللي بديله رمز مختصر اقدر اتعامل معاه الطيب هو عباره عن نوع البيانات عندي هتمشي ايه طبعا قلنا الوضع الافتراضي بخليني نيوميرك وفي حالات كتير جدا لكن استخدام الافضل هو النيميرك الن... الن... بعد كده الويتس والديسمز اللي هي بتحدد إيه القيم عندي هتبقى قد ايه الليبل اللي هو طبعا بدي فيه الاسم اللي انا عاوز يظهر في النتائج الفاليو خلاص كده للايه؟ الفاليو عباره عن اللي هي اللي بعمل عمليه التكويد اللي اتفقنا عليها القيم المفقوده خلاص اخر حاجه عندي المجر اللي هي الاسكيل طبعا عاوز اعرفكم قبل ما نخلص ان بيطلع حاجه اسمها هنا في الداتا فيو والفاريبل فيو هي اللي خاصه بالبيانات في صفحه مستقله خالص بعد كده هنبدا نشوفها اللي بيظهر فيها النتائج بتاعتي بعكس اكسل في صفحه كامله وشامله بيظهر فيها النتائج بتاعتي بتمنى ابناء الطلاب ان احنا نكون استفدنا من المحاضره ومدخل الى برنامج الاس بي اس اس بدعو الله لكم جميعا بالتوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته